ناخد برضو مداخله مهمه من جابون. معانا كابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس بعثه منتخب مصر في الجابون. الف مبروك يا كابتن خالد. الله يبارك فيك كابتن هيثم. الحمد لله رب. طب انا عند ربنا كده يعني دور الاربعه بالظبط، دور قبل النهائي. بكره بوابه كاس العالم وبطوله افريقيا بكره ان شاء الله. يا رب فعلا دي حقيقه هيثم. هي مقابله بكره مباراه مهمه جدا، هي الدخول فعلا لكاس العالم، دي اول تارجت، وتارجت الثاني احنا نوصل لفاينل من بطوله افريقيا، اللي احنا يعني كلنا امال وكلنا طموحات ان احنا ان شاء الله باذن الله نحتفظ باللقب في الجابون باذن الله باذن الله السنه. طب كابتن يعني كلام كده في سرك بس مش على الهوا، يعني قول لي تتمنى مين في قبل النهائي؟ اتمنى مين في قبل النهائي؟ بص صراحه محدش سامعنا يعني اقولها كده، محدش المغرب هي اللي تيجي. بس اتوقع ان فريق الجابون النهارده، انا بره الملعب شايف الجماهير داخله ازاي بغزاره شديده جدا، في اهتمام من الدوله هنا، رئيس الدوله موجود هيحضر المباراه، نائب رئيس الدوله كان لعيب هاندبول سابق موجود، كل الوزراء موجودين، في اهتمام في الشارع الجابوني كتير جدا 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 او كبير جدا 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 بالموضوع، الناس داخله بجماهير غفيره، يعني مش عايز اقول لك ان مثلا في حوالي مثلا 10000 بره الاستاد، والاستاد كله بيشيل حوالي سالت ملا تقريبا بيتميل جوه واخرهم 1000 كمان، لكن جوه في حوالي 7000 متفرج. لا يعني ناس مهتمه جدا جدا ان هي تشجع فرقتها. اول مره لو الجابون النهارده دخلت للسيمي فاينل او كسبت النهارده، اول مره تخش سيمي فاينل، كلهم جايين لابسين تيشيرتات الجابون وكلهم روح وحماس ان هم يشجعوا فرقه الجابون النهارده. منتخب الجابون منتخب صعب، منتخب مش سهل، دور الثمانيه قدام منتخب المغرب، اتمنى ان التوفيق يحالف منتخب المغرب، اتمنى ان المغرب برضه طالع عربي شقيق، اتمنى التوفيق يحالفه، لكن ما يعني الحسابات مش موجوده دلوقتي، حساباتها كلها بعد نهايه المباراه. اكيد يا كابتن، وكمان واضح جدا الجابون مستعده للبطوله دي، واضح جدا من حتى تشكيل الجهاز الفني واللاعبين الخمسه اللي فرنسا، والمعلومات دي حقيقه لا ممكن لو قابلنا الجابون بكره تبقى مباراه جماهيريا هتبقى صعبه شويه. بص يا كابتن هيثم، صراحه المباراه بكره لو الجابون جت لنا في السيمي فاينل انا بغيرها، هي مباراه صعبه جدا جدا، وهتكون هي البوابه للدخول للفاينل، وهتكون ولو ان شاء الله باذن الله لو ولادي عدوها باذنك يا رب بدون مقاطعه، لكن هي مباراه صعبه جدا جدا جدا، مباراه تحكيميه صعبه زي ما شفنا التحكيم، اعتقد صحيح اكيد في شويه مشاكل زي ما قلت لكم قبل. واضح واضح يا كابتن خالد النهارده، واضح في شويه مشاكل، لكن فعلا المباراه هتبقى صعبه جدا من كل جوانب، الجماهير، الاهتمام، الحكام نفسها هتكون قلقانه جوه الملعب، اتمنى من لاعبتنا ان هم يكونوا مركزين جامد جدا 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 بكره، يقدروا يخلصوا المباراه من اولها، لكن لو الجابون مشيت معانا جون بجون هيبقى عندنا مشكله اعتقد في المباراه. طب كابتن عمرو معايا في الاستوديو بيقول لحضرتك مبروك وعايز يسال حضرتك سؤال. كابتن خالد الله يبارك فيك كابتن عمرو، ازي حضرتك يا كابتن خالد؟ انت موعدنا ان انت ان شاء الله تجي لنا بالكاس زي ما انت متعود، ما بتخسرش افريقيات صح؟ يا رب يا رب يا عمرو، يا رب يا كابتن عمرو، اتمنى ده، ده لبلدنا، دي حاجه كويسه لبلدنا، الولاد مركزين طبعا، في انتظام جوه الفريق، النفسيه كويسه الحمد لله، لكن في الاخر يا كابتن عمرو انت عارف كابتن قديم المدير، وعارف ان الحكام ممكن تاثر بكره في مباراه بكره، وهم مؤثرين جدا في فريق الجابون في ماتش الجزائر، اثروا الحكام اثرت، وهي بيأثروا مع صاحب الارض يا اما الارض اللي عايزينهم، لكن في الاخر التارجت بتاعنا ان شاء الله باذن الله ان احنا نحصل كاس البطوله بكل امنياتنا، الولاد نفسيتهم والحاله المعنويه عندهم مرتفعه فوز خمس مباريات، اتمنى ان احنا يكون قدامنا ساعتين ان شاء الله باذن الله لكي نصل للهدف الاسمى والهدف الاهم بالنسبه لنا هو الاحتفاظ بكاس بطوله افريقيا بكره اليد، يا رب يا كابتن عمرو اتمنى ذلك من كل قلبي يعني. لا يا كابتن خالد طبعا احنا عارفين المجهود اللي انت بتبذله، واللي البعثه كلها الصراحه يعني الناس كلها بتشكر في البعثه المصريه، وانا عارف ان انت كان قدامك صعوبات في الاول والحمد لله قدرت تعديها. انا عايز اقول لك بس حاجه، احنا مش عايزين ننقل موضوع الحكام ده للعيبه عشان ما يبقاش عندنا بس انت فاهم طبعا كابتن خالد انت كابتن يعني. حاجه ثانيه، الناس كانت بتسال على الانذار بتاع الاحمر يا كابتن خالد، وانا قلت لهم نيابه عنكم ان هو ما بيأثرش في الماتش الجاي، ارجو تاكد لي المعلومه يعني. بس لا يؤثر في الماتش الجاي خالص، المباراه الايام اللي الكوره جت في وش الحارس المرمى هو بيقول له انت اكيد شرحتها احسن مني اكيد، لكن هي مادام جت في وشه ولازم تديله كارت احمر، لكن لا يؤثر في مباراه بكره كابتن احمد الاحمر، ده القانون الدولي عشان حمايه اللاعب صح. قوه ضاربه انت عارف يا كابتن عمرو، قوه ضاربه مهمه جدا جدا طبعا طبعا، مصر الفريق بيعتمد عليه اعتماد كلي كبير جدا جدا جدا، كل الناس بتعمل له الف حساب في افريقيا وفي العالم،
طب. اتمنى ان هو ان شاء الله باذن الله يكون في ميعاد بكره معانا باذن الله. اتمنى منه ان هو يخوض فرقته بكره ان شاء الله باذن الله للفوز ان شاء الله ومباراه بكره والوصول للدور النهائي. طب كابتن خالد سؤال سريع برضو لحضرتك، انت بتوقعاتك المباراه بكره هتكون الساعه كام؟ يعني احنا توقعنا تبقى الساعه 8 نفس الميعاد. هم بيتفاعلوا بالميعاد ده، هم حاطين الميعاد ده عشان الجماهير تكون خلصت شغلها وطلعت، ان هم بيخلصوا لنا شغل التدريب الساعه 4 ونص 5، فبيدوهم حوالي 3 ساعات عشان يوصلوا الملعب كويس، ودي الحقيقه اللي بيحصل زي ما بقول لك كده. فاعتقد ان المباراه بكره الساعه 8 باذن الله بتوقيت مصر. ان شاء الله نكون معاكم يا كابتن خالد، ونكون لنا قلوبنا معاكم ودعواتنا معاكم، وان شاء الله تفرحونا بكره زي ما عودتونا كابتن خالد العوضي طبعا. تحياتنا للعيبه يا كابتن خالد وللجهاز كله لو سمحت. كابتن خالد العوضي طبعا يعني نائب رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس البعثه هناك، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.